اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه وفي الحلقات اللاحقه ربما سنتكلم عن ظواهر اجتماعيه شكلت يعني علامه بارزه من علامات الكارثه التي حلت بالعراق منذ عام 2003، عام احتلاله 2003 وحد الان 18 سنه من الخراب والدمار والازمات المتتاليه التي تكبر وتأكل من حياة العراقيين. ظهرت الكثير من الظواهر على يعني طفت على سطح الحياة كثير من الظواهر العراقية، ومنها الظاهرة التي سأتحدث عنها اليوم هي ظاهرة الانتحار. منظمة الصحة العالمية حذرت العراق عبر يعني بعثتها في العراق، ونبهت بشكل شديد وحذرت من خطر الانتحار، خطر الأعداد المتزايدة، النسب المتزايدة من المنتحرين في العراق، ودعت السلطات العراقية للتعاطي معها كظاهرة سلبية خطيرة على المجتمع العراقي. في عام 2020 الماضي سجلت الأرقام الرسمية، طبعا هذه أرقام غير حقيقية طبعا، مع ذلك سنعتمدها ونتحدث فيها. سجلت 644 حالة انتحار خلال عام 2020، يعني 640 حالة وفاة بسبب الانتحار، فيما سجل نحو 1500 آخرين حاولوا الانتحار، لم تنجح عمليات الانتحار، بمعنى أن هناك 2 حالة وفاة يوميا بسبب الانتحار، وهناك ما يقرب من 6 حالات انتحار، محاولات الانتحار لم تنجح. هذه حالة غريبة عجيبة في مجتمع مثل المجتمع العراقي، مجتمع مؤمن، مجتمع مسلم. الانتحار فيه حالة مرفوضة دينيا واجتماعيا. طبعا هذه الحالات جعلت العراق يتبوأ مركزا عاليا نسبة إلى عدد سكانه من بين الدول 5 الأكثر انتحارا في العالم، وهذه حالة شاذة الحقيقة وشاذة جدا في العراق، واللي جعلت منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من حالات الانتحار هذه، والتي شكلت بالنسبة للباحثين فيها ولكل الباحثين والمختصين حالة ظاهرة خطيرة. وأوعزت أسبابها كل هذه للشعور بالإحباط واليأس من إمكانية الاستمرار في الحياة. طبعا الأرقام أغلب الأرقام تشير إلى أن الأعمار الذين ينتحرون تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 49 عاما، يعني يمكن عدهم في صفة الشباب مع الأسف. المنظمة طبعا أيضا تحدثت عن عام 2019، قالت أنه النسبة ارتفعت. في عام 2019 كانت هناك 590 حالة وفاة بسبب الانتحار، فيما حاول 1112 شخص آخرين انتحار، 80% من هذه النسب من النساء. بمعنى أنه في عام 2019 كانت هناك وفاة واحدة يوميا، حالة وفاة واحدة يوميا بسبب الانتحار، وثلاث محاولات للانتحار يوميا. عدد حالات الانتحار المسجلة عام 2019 أعلى من تلك المسجلة أيضا في عام 2018 سجلوا 519 حالة، عام 2017 سجلوا 422 حالة. العديد من الخبراء والمختصين والمراقبين أوعزوا يعني الأسباب إلى تعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنهارة، وياع الحقوق في العيش الكريم، غياب الأمل أوصل الناس إلى الإحباط ومشاكل اجتماعية ونفسية. كل هذه تولدت لتشكل بيئة حاضنة لحالات الانتحار، لهذه الظاهرة القريبة في المجتمع العراقي. أن يصل الإنسان إلى قرار الانتحار هذا ليس سهلا. يعني قبل فترة كنا نسمع عن الامرأة التي رمت أطفالها، طفلين من أطفالها، من الجسر إلى نهر دجلة وقتلتهم. هذه حالة من الحالات الشاذة في العالم وليس في العراق، لكن العراق يسجل حالات شاذة وظواهر شاذة غريبة عجيبة في العالم الحقيقة. وهذه حالات الانتحار حالات غريبة
في المجتمع العراقي لم نكن نسمع بها. طبعا هذه الأرقام أقل ما يقال عنها أنها غير صحيحة، لأنه حتى إذا الحكومة لم تكذب فيها، حتى إذا السلطات لم تكذب في عدد الأرقام، لكن غالبية السكان يعتبرون الانتحار عيبا وعارا أن يبلغوا عن حالة انتحار لامرأة أو رجل أو شاب أو طفل. يعني هذه حالات لا يبلغون عنها، تعتبر عارا، ويعني من جرائها يتعرضون للانتقادات وإلى اللوم وإلى كذا، فيعتبرونها من العار الاجتماعي، فلذلك لا يبلغون عنها. يقولون أن الوفاة بسبب مس كهربائي، بسبب يعني أي حالة، بسبب مرض، بسبب سكتة قلبية، أي سبب، لكن لا يقولون انتحار الحقيقة. والسلطات الصحية تساعد على ذلك، تعطيهم تقارير تؤكد ذلك برشاوة، ربما بعض، لا أقول كل السلطات الصحية، لكن في بلد فساد فيه ولا على، ممكن أن تتهم كل المؤسسات بالرشا والفساد. فبالتالي حالات الانتحار حالات غريبة عجيبة في هذا المجتمع، هذه تشكل حالة غير مسبوقة في المجتمع العراقي، وبالتالي هي جزء من هذه الكارثة التي أحاطت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذه الظاهرة جزء مما خرجت ثورة تشرين المباركة، هذا الشباب الجميل الرائع واللي استشهد من عنده 1000 قتلوه 1000 وانجرحه أكثر من 30,000، وما زالت التظاهرات وما زالت الثورة قائمة في الناصرية وغيرها، وما زالوا يحاولون وأدها. هذه جزء من أهداف هذه الثورة، أن تقضي على هذه الظواهر، تنهي هذه الظواهر التي خلت بالمجتمع العراقي ودمرت المجتمع العراقي. مع الأسف أن يصل المجتمع العراقي إلى مثل هذه الظاهرة، ننبه إلى هذه الظواهر في حديثنا، لأنها تشكل حالة غريبة وشاذة في مجتمع العراقي، ولكنه يعيش وقتا وزمنا شاذا الحقيقة منذ عام 2003 لحد الآن. وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.